بمشاركة 54 متدربا ومتدربة، اختتمت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بمحافظة مارب دورة تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطة التدريب. إلى التفاصيل. اختتمت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب دورة تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد الخطط لعدد 54 متدرب ومتدربة من كافة الوحدات الحكومية وكيل أول محافظة علي الفاطمية. أكد أن الدورة تأتي ضمن اهتمام السلطة المحلية بتدريب وتأهيل وبناء الإنسان باعتبارها المدخل الحقيقي للبناء والتنمية وتفعيل مؤسسة الدولة وتحسين مستوى الأداء. عام جديد، عام يعطينا الأمل والتدريب وإعادة خطط البرامج واحتياجات ركيزة رئيسية لبناء العمل المؤسسي. نحن في السلطة المحلية عبر لجنة الموازنة في المحافظة نقدم كل عام بقدر الإمكان حسب لا جانب على مستوى كثير من فروع الوزارات إمكانيات محدودة ولو بسيطة للتدريب وللتأهيل. إن شاء الله من هذا العام كل ما يخص التدريب والتأهيل سواء من موازنة السلطة، سلطة قيادة المحافظة أو فروع الوزارات أو من المؤسسات الداعمة الجهات المانحة نجمعها في صندوق واحد لهذا الجانب حتى نتمكن من تطوير مستوى عمل التدريب كخطط بشكل رئيسي. مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية جمال الجعفرية ومدرب الدورة الدكتور عادل جبر حتى المشاركين على الاستفادة من المعلومات والمعارف والمهارات العلمية والعملية لرفع من مستوى الأداء وتعزيز دور الموظفين في إنجاز المهام والرفع من مستوى الإنتاج. أنتجت هذه الدورة مخرجات نوعية، خرجنا بخطط تدريب وتحديد احتياجات، وكثير منكم سلم تقارير التدريب إضافة إلى المعلومات والمهارات التي اكتسبناها وتبادلناها في إطار هذه الدورة. كما تميزت بالمدرب المتميز الذي أحسن الإعداد وأحسن العرض وقدم نعمة تقديم. في حقيقة ما هيش دورة تدريبية للساعة 12 ظهرا أو للساعة واحدة كالمعتاد يعني، وإنما عشنا في خلية نحن طلعنا بمجموعة للاحتياجات التدريبية. محافظة مارب تستحق مننا هذا الجهد. الآن عكسنا الخطة، ستعكس كما قلنا في مرحلة خطة تدريبية، أخذنا بعد ذلك كيف ننفذ التدريب بمختلف أدواته ثم كيف نقيم العملية التدريبية، وبالتالي امتلكنا المعرفة ثم حولنا جزء منها إلى مهارة. بقي علينا أن نحول إلى مهارة تدريب أثناء التدريب ثم مهارة قياس أثر التدريب في نهاية الدورة. في ختام الدورة تم تكريم المشاركين والمشاركات بالشهادات التقديرية. تمثل دورة تحديد الاحتياجات التدريبية وإعلان خطط التدريب انطلاقة لسلسلة من البرامج التدريبية العام 2024 لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مارب.